انا قلت لكم ان في نبوءة حسابية، او يعني انا لا يعلم الغيب الا الله، لكن انا اعتبر انها مؤشرات فيها شيء من الدلالة الشرعية، انه في خلال سنة 2022 و2024 على اكثر تقدير سيحدث الامر العظيم الحاسم المنتظر في المنطقة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب، سعداء باللقاء معكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة. منذ أيام بدأت على مواقع التواصل الاجتماعي ينتشر مقطع للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، وهذا المقطع عمره 12 سنة، يعني هذا المقطع من 12 سنة تقريبا، من سنة 2012 بيتكلم فيه الشيخ حازم، بيقول كلام عن غزة وبيقول أحداث كما لو كان الآن يراها وتحدث وتتحقق بصورة غريبة فعلا وبصورة مذهلة. وأنا عايز يعني في هذا المقام إن أنا أركز على شخصية الشيخ حازم صلاح، الشخصية كداعية إسلامي وكرجل من رجال أهل العلم والدعوة، ومش عايز إن أنا أتطرق إلى أي جانب سياسي يخص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. أنا بتكلم عن هذا الرجل كونه إنه هو رجل المعي، من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى في الدين أعطاها نور البصيرة نحسبه كذلك. قبل ما نسمع هو قال ايه بالتفصيل، اللي انا عايز اقوله ان الاجتهاد شيء جميل ومسموح به، ولكن احيانا بنلاقي ناس يعني مسافات زمنية بعيدة، 12 سنة ان هو يتكلم وتفسير الآية اللي شرحها بصورة كما لو انك تستمع الى هذه الآية لاول مرة، حتى ناس اللي حافظين القرآن اتكلم فيها عن الحدث الكبير المبين كما سماه مقدمات الفتح المبين. تعالوا نسمع هذا المقطع وركز معاه جدا، علشان عندي تعليق مهم بعد انتهاء هذا المقطع اللي مدته ما يقرب من 3 دقائق. تعالوا نروح نسمع ثم نعود إليكم بإذن الله. هي مقدمة الفتح المبين. أنا قلت لكم إن في نبوءة حسابية، أو يعني أنا لا يعلم الغيب إلا الله، لكن أنا أعتبر أنها مؤشرات فيها شيء من الدلالة الشرعية، إنه في خلال سنة 2022 و2024 على أكثر تقدير سيحدث الأمر العظيم الحاسم المنتظر في المنطقة. نبوءات سياسية وقرآنية وغيره، وإن كانت مؤشرات ظنية وليست حتمية، يعني ما تحسبونيش على النقطة دي، لأني أقول لكم أنها مؤشرات وظنية، وأنا أعلم أن الشرع يبني على اليقين لا على الظن. إنما مجرد أن الله عز وجل قال، هناك آية بقى، آية هي دي اللي أنا عايز أبلورها وأبروزها، وهي على فكرة محفوظة عند الناس، هي صلب الموضوع النهاردة. إيه بقى اللي هي ان اللي بيحصل ده بالظبط هو مقدمة الفتح الحاسم. يقول الله تعالى، وانتوا طبعا في ذهنكم بقى مؤتمرات القمة وكلام محمود عباس ودحلان والدبابات والشغل الكبير ده كله، يقول الله عز وجل فترى، الآية محفوظة بس استنوا علي عشان فيها فهم عايز اوصله للناس، فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، يعني في أعدائهم في مرضات أعدائهم في التناغم في التوافق معهم في التفاوض في الاتفاق، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، مش كفاية اللي حصل في غزة، عايزين الدمار ده يحصل، ها ها ها، نخشى أن تصيبنا دائرة. فإذا بالله يجيب عن هذا، المفروض أنا أقول لهم ما تخافوش ولا حاجة، أقول لهم فعسى الله أن يأتي بدلا من الدائرة، بدلا من المصيبة التي تتوقعونها وتخافون حدوثها غدا وأن يتكرر الضرب،
فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم، إنهم قاعدوا يقولوا خافوا لحسن يجي لكم قارعة، نادمين. هو ده اللي احنا منتظرينه، وأنا أقول لكم الشرع بصيرة، ده اللي احنا نبتدي منتظرينه. الفتح أو أمر لا نعرف كنهه سيبدأ في الحدوث، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح الذين كانوا يتغنون بأنه خافوا مما حدث لغزة ولا نريد أن نهلك قومنا وأن نبيدهم سيندمون على ذلك عندما يروا الفتح، يرون دولة حماس والمجاهدين ودولة إن شاء الله دولة راشدة عندما يرون ذلك. متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. متى هو؟ حتى يقول النبي والذين آمنوا معه متى نصر الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. مقطع أنا بعتبره إنه هو من المقاطع المهمة جدا، لأن أعتقد اعتقادي إن عام 2024 بإذن الله هيكون مقدمة الفتح المبين. لاحظ الكلام ما بين السطور اللي قاله الشيخ حازم في هذا المقطع، وبيتكلم إن المرحلة اللي بعد انتصار الأبطال هتكون مرحلة دولة راشدة. ركز في المصطلح اللي هو بيستخدمه علشان تفهم هو دماغه ايه وهو فاهم ايه من تسلسل الأحداث. ولا تنسى قبل ذلك في مقاطع وانا عملت حلقة وقلت لك ان الشيخ حازم قال بالنص ان المهدي موجود بيننا وعلى وشك الظهور، وارجع للقناة هتلاقي المقطع ده موجود عندنا. يعني حبيت ان انا القي باطلاله سريعه مقتضبه. انتظرونا باذن الله بعد قليل مع الحلقه الرئيسيه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.